خلال ترأس سيادته الجلسة 30 لمجلس الوزراء. وقال سيادته موجها السادة أعضاء مجلس الوزراء: ولكي نقلل الفرص أمام الانحراف، عليكم أن لا تقترحوا صلاحيات واسعة أو غير مألوفة إلا لإنجاز عمل محدد ولزمن معين، وعليكم الالتزام بالقانون، وإذا وجدتم أن القانون يحدد حركتكم المطلوبة. على درجات التطور في شتى الميادين رغم ظروف الحصار الجائر، مؤكدا سيادته أن العمل والبناء لا يتمان إلا عندما نؤمن بالقيم العليا وبالمبادئ السامية، وأن الإبداع سيتوقف عندما يضعف الإيمان في النفوس، وأن شعبنا العظيم يستحق منا أن نخدمه بعيوننا.